بعد أن شابت الرؤوس يلتقي الأشقاء. هو اللقاء الأول خارج جدران السجون. رشدي والملقب بين رفاقه بصالح كان يتمنى أن يلتقي بأمه أيضا. بدلا من احتضان شاهد قبرها والبكاء على رحيلها، غاب عنها قصرا 35 عاما. حلم والدته باسترداد حريته تحقق، لكن دون أن تراه. أمي تعبت، تعبت بمسيرتي كلها، ما فيش زيارة قطعتني عنها، حتى العرباية كانوا يجيبوها. يستقبله الكبار والصغار من أهله في باقة الغربية داخل الخط الأخضر. لا يعرف رشدي أكثريتهم، بعد أن قضى من حياته وعمره في السجون الإسرائيلية أكثر مما قضاه خارجها. من بين المستقبلين سناء زوجة رفيقه في الأسر وليد دقة، وابنتهما ميلاد التي أنجباها عبر النطف المهربة. رشدي ووليد سجنا في العام نفسه، وتنتظر سناء أن يعانق زوجها الحرية بعد 4 سنوات. بالنسبة لنا رفاق وليد هم رفاقنا، يعني مع السنوات الطويلة هاي بيصيروا جزء من العائلة، بيصيروا جزء من الحلقة الاجتماعية اللي احنا ما بنقدر نكون منفصلين عنها، وإنما فرحهم فرحنا وتحررهم تحررنا. مع الإفراج عن رشدي يبقى 26 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية والمعتقلون قبل اتفاقية أوسلو، 12 أسيرا من داخل الخط الأخضر، وهم الذين ترفض إسرائيل الإفراج عنهم في أي صفقة تبادل رغم إبرام عدة صفقات خلال سنوات اعتقالهم. حياة مختلفة تنتظر رشدي بعد تحرره من الأسر بعد كل هذه السنين الطويلة. أحداث كثيرة مرته في الأسر، ومنها الانتفاضتان الأولى والثانية واتفاقية أوسلو. أحمد جردات العربي من باقة الغربية داخل الخط الأخضر.